Orthographe. L'accord de l'adjectif qualificatif. Al-tifaq ديال النعت مع المنعوت ديالو. إذا هنا في الأورتوغراف من كان كنا كنقرأوا الإملاء كنشوفوا التغييرات اللي كتطرأ على الكلمة الكتابة ديالها شنو كيطرأ عليها. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. لاحظوا الأمثلة كما العادة. الجملة الأولى: L'oiseau est recouvert de pétrole. العصفور مغطي بالبنزين. كما شفنا في الدرس ديال القراءة، داك العصفور اللي كان غارق في داك البركة ديال البنزين. ب La montagne est blanche de neige. الجبل ولا بيض بالثلج. La montagne est blanche de neige. راه ماشي بحال العربية. La montagne راها مؤنث. داكشي علاش درنا بلونش ما درناش بلون. إذا ما ديروش الترجمة الحرفية ما بين المؤنث والمذكر. ما تعتمدش على الترجمة الحرفية. سي Ce sont des flaques d'eau boueuse. هادو برك مائية موحلة، يعني فيها الغيث الوحل. بوز هو الوحل الغيث. دي تي بون ريزولتا سون لو فروي دان ترافاي ريغولي. النتائج ديالك الجيدة هي ثمرة عمل منظم. إذن كما كتشوفوا il manifeste un vif plaisir. manifeste هو يعبر عن فرحة عظمى، فرحة كبرى. vif هي كبيرة بزاف. plaisir هي واحد السعادة ولا واحد الفرحة. toutes les filles étaient géniales. جميع الفتيات كانوا رائعات. إذن كما كتلاحظوا دوك اللي مسطر عليهم هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كما شفنا في الدرس ديال غرامير. نشوفوا الاسئله اللي مصاحبنا هذا النص. هذه الاسئله الاولى: سوليني لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف دون توت لي فراز. هما هادو اللي سطرنا عليهم: غوكوفير، بلانش، بوز، بون، ريغولير. لاحظتوا بان لا حاولت نسولكم انا هاد غوكوفير واش ايبيتات ولا اتريبي. راها اتريبي. علاش؟ لانها تابع جا ما بينها وما بين الاسم اللي كتوصف. ان فيرب ديتا هو لو فيرب اتر. اي هنا لا مونتاني اي بلانش اتريبي ولا ايبيتات؟ اتريبي، لان بيناتهم ان فيرب ديتا. des flaques d'eau boueuse. des flaques d'eau boueuse ما بيناتهم حتى شي حاجه. اذا سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. دي بون ريزولتا يعني شنو هما اللي مزيان؟ هما النتائج. اذا ايبيتيت ما كاينش بيناتهم ان فيرب ديتا. ترافاي ريغولي ايبيتيت كذلك. لو ترافاي اي ريغولي العمل هو جيد. ما كاينش بيناتهم ان فيرب ديتا. ان فيف بليزير. لو بليزير شنو كيفاش وصفناه؟ انه فيف، انه عظيم كبير. هذا تعني كذلك ايبيتات. لي في اتي جينيال هو كاينه ان فيرب ديتا. اذا هاد جينيال راه اتريبي. اذا احنا سطرنا عليهم النعوت كامله. دون لا فراز بي نشوفوا لا فراز بي لا مونتاني اي بلانش دو نيج. Avec quel nom l'adjectif qualificatif s'accorde-t-il? Chnaoua, l'adjectif m'amène un nom de kitbello. Finouel menout. Menout, ou la montagne. La montagne qui dira blanche, baïda. La montagne blanche, idem. Madame la montagne, mouennet, blanche, adkoun, mouennet, mendirouche blanc. Wada. Then, dans quelle phrase y a-t-il deux adjectifs qualificatifs?
فين هي الجملة اللي فيها جوج ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ هي الجملة دي، la phrase دي. كينا بون s'accorde avec résultat نتائج جيدة. بون résultat نتائج جيدة. و régulier s'accorde avec travail. Le travail هو اللي منظم، العمل منظم. إذن كل حاجة تابعة، كل نوع تابع لمنعوته. Je retiens. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. L'accord en genre et en nombre. L'adjectif qualificatif est le genre. La montagne blanche. هذا راه مؤنث لا مونطاني، اذا بلونش غتكون حتى هي مؤنث، ما عنديش بلون. نقولوا مثلا لو لي بلون، الحليب مذكر لو لي بلون سي على ف، ما تكونش بلونش، فهمت؟ اذا ديما النعت يتبع منعوته في التذكير والتانيث، واش مذكر ولا مؤنث. هو لو جونغ. لو نومبر يعني في العدد، واش مفرد ولا jamais avec le nom qui qualifie يعني هذاك المنعوت ديالو كي النعت كيتبعو منعوته فياش ثاني في الافرادي ولا الجمع واش مفرد ولا جمع. La place de l'adjectif ne modifie pas cet accord. كيما كان الادجكتيف كيما كان النعت واش جا قبل الاسم ولا مور الاسم راه ما كتغير الاكور كتبقى هي هي. اذا كنشوفوا الجمله، كنشوفوا السياق ديالها، كنعرفوا المعنى ديالها، كنشوفوا فين هو النعت وفين هو المنعوت، وكنتبعوهم لبعضياتهم. مثلا لي لون شومان هي جا قبل الاسم، هنا لو شومان لونغ جا مور الاسم، لي شومان اس لونغ زدناها اس بطبيعه الحال. اون فورم جينيرالمون لو فيمينان دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، كنكونوا غالبا المؤنث ديال النعت en ajoutant e en masculin. كتلاحظ بان المؤنث ديما كنزيدو له e. مثلا un petit champ une petite ferme زدناها e petit ou let petite. Attention, les adjectifs masculins en e ne changent pas au féminin. مثلا اللي ديجا عنده e ما عندك ما تزيدو، كيبقى هو هو. اذا لا كان عنده مذكر داير لو او ما عندك ما تزيدو في المؤنث، وما عندك ما تنقصو في المذكر، تمشي تحيد له ثاني او تزيد فهمه من راسك وتبقى تحيد له هو او ديالو الاصليه. مثلا ان نوم فيدال رجل وفي، ان فام فيدال مراه وفيه، يعني ها هي الاصل ديالها بجوج عندهم او عادي، ما عندك شي وحده عندها لها او وحده تزيدها اخرى. Certains adjectifs modifient leur terminaison au féminin. كاين شي نعوت اللي كيتغير المؤنث ديالهم، وهذه ما مطلوب منك الا انك تصادفهم قوت ما كتقرا، كتبوكي لي بزاف، كتقرا بزاف، كتولي تصادف هاد الاسماء وكتبقى تعرف الفيمينان ديالهم ماسكولين ديالهم. يعني ما كاينش شي كينه ولا شي عصا سحريه تدخلهم لراسك ولا شي سيدي تخشيه في راسك تفهم هذا الشيء. اذا بالقرايه كتحاول تقرا النصوص بزاف، وتفوت المقرر وتقرا في قصص، تقرا في كتبات، تقرا في هذه. اكزامبل امثله: افونتوريي مغامر، افونتوريير مغامره. لاحظتوا افونتوريي افونتوريير، شتي لاكسون زادت او وزدنا او في الاخر. مونتور شتي حيدت ار ولات مونتوز، كذاب كذابه. سيدكتور يعني جذاب مغري، سيدكتريس جذابه مغريه. لاحظتي بان هذاك الاخر ديالو كيتبدل. اون فورم جينيرالمون لو بلوريال، كنكونوا الجمع في الغالب دي ادجيكتيف اون اجوتون ان اس، هذه معروفه عندكم. اذا فيمينا كنزيدو او، بلوريال كنزيدو اس، هذه هي القاعده، ولكن القاعده راه ماشي ديما كتكون صحيحه.
Mais certains adjectifs ne prennent pas de S sur le pluriel. Il y a des S sur le jamais. Beau, X. Infernal, X. Infernal, L ou UX. اذا التقنيه اللي كاينه هو انك تقرا بزاف، هذا هو اللي كاين. ما كاينش شي خلطه سحريه ولا شي طريقه اللي غادي تفهم بها. دوزو للتطبيقات. جو مونترين كومبليت لو تابلو ان دونون لو ماسكولين او لو فيمينين دي ادجيكتيف سي دوسو. اتمم الجدول لو تابلو en donnant bi'ta al mudhakkar ou al mu'annath masculin ou féminin des adjectifs ديال النعوت ci-dessous اللي لتحت. adjectif qualificatif au masculin اللي كاين في اليسار، adjectif qualificatif au féminin اللي كاين في اليمين. اعطيك مثلا difficile masculin اتردها féminin. difficile نفسها صعب صعب e e هي اللي هضرنا عليها قبيله. إذا كان في الأصل كيسالي بأو راه ما عندك ما تزيد فيه، كتخليه نفسه. جينيال جينيال، شتي جينيال مذكر بلا أو، جينيال مؤنث بأو. أوداسيو أوداسيوز، أوداسيو يعني جريء، شي واحد اللي زعيم بزاف، كيسالي بإكس. هنا أوداسيوز بأس أو جريئة. بافارد ما كتغيرش. ترتارات بزاف ديال النساء اللي فيهم الترتارة، النساء ترتارات والرجال ترتارين. هاد في الاول بافارد او اس، بافارد او اس. فيو بزاف ديال الرجال فيو شيبانيين، فياي ولات فياي او اس. فيو راه هنا راه من غير انها في المفرد ديالها في الجمع ديالها بحال بحال. Un homme vieux, des hommes vieux. Neuf, chez. Grand, grande. Je dis, kbar, kbarat. Yani, mouennet. Kenzel, kenzel, là, eux. Remplace le nom dans les phrases par celui entre parenthèses. Attention aux accords. Atek, na, واحد اونت بارونتيز وعاد تعوض بحال دابا مثلا عطيك كان مؤنث كيعطيه لك مذكر، كان مفرد كيعطيه لك جمع، كان العكس والعكس صحيح. مثلا انفي مانس بنت ضعيفة رقيقة، مانس ان غارسون مانس نفس الشيء ان غارسون مانس. اوكي وكاد انفي عوضها بهاد ان غارسون، يعني باش تفهم انت من الجواب تكون فاهم بان مانس ما كتغيرش ما بين المذكر والمؤنث. Une femme habile, واحد المرأة اللي نشيطة كتحرك بزاف. Un homme habile نفس الشيء ما كتغيرش من المذكر للمؤنث. هنا une neige glaciale ثلج كي متجمد glacial. Un vent glacial شنو اللي تغير هو ان في المؤنث زدنا له e. Une neige, mouannad, znalha e. Un vent, moudakka, haïdnalo e. Fdak l'adjectif qualificatif glacial. Moutajemmid. Une information vraie, ma'louma, haqiqiya. Un événement, haïdat, moudakka, un événement vrai. Chez l'artib, annalik et daf, ou e le daf, mouannad, t'haïdat, un moudakka. Une personne célèbre, شخص. مشهور. une personne شخصية مشهورة une personne مؤنث. un personnage مذكر célèbre نفس الشيء e e في الاخر. une leçon facile درس سهل درس مؤنث. des exercices faciles زاد لها s ولكن ما بين مؤنث والمذكر ما تغيرت حتى حاجة. Un exercice modakar, leçon mouannas. Un tablier blanc, des feuilles blanches. Un neige blanche.
des feuilles blanches. Attends. Blanc que tu lis, blanche. Je mets value. Choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. Tar, al-tifaq, al-jayid, ma, bien net, ma, al-manuat. Elle est, je n'en goulou. Assise. Elle est assise. Ennam ou ennet. Assise. On m'a dit, je suis tel, tel, et n'a jamais. Elle, réouhda. Eya, gelsa. Assise. B. Ce sont des herbes. هادو نباتات ولا أعشاب بغينا نقولو يابسة مش هنقولو ساش ولا ساك ولا ساك ولا ساش بالجمع إذن هنقولو ساش بالجمع لأن أعشاب ماشي عشبة واحدة Ce sont des herbes sèches, ES. Il prend des cours quotidiens, ou la quotidienne, ou la quotidienne, de gymnastique. Qui ياخد دروس يومية في رياضة الجيمناستيك. Elle prend des cours quotidiens. Elle a des cours, raha, modakar wa jamah. Modakar wa jamah, hiya hadi, kit salib ENS. Mashi mu'annat. Quand mu'annat, qu'on dit le juge d'il N. Hena, le, l'homme entre brusquement. Rajul tchal, fajatan. Yani, rajul shibani. Shnan khtaro. Rajul raha, modakar, homofrad. Iden, le mangouche le vieux homme elash li enna kaina moyer ça normalement le vieux quand كان عندنا مثلا شي حاجه اللي ما فيهاش اي voyelle قبل بحال هاد الاش هادي كما كانش الاش غنقولوا le vieux حيت مذكر ولكن ملي كاينه اش كنقولوا le vieil homme le vieil homme entre brusquement les petites ou les petites maisons se trouvent sur la colline. Maison. Alors, qu'à la fois, une maison dans la maison. Ou là, raha jamel. En elle est, ou kaina s, ou kaina s, se trouve sur la colline. Ou kaina n'fou l'koudia. D'où il est soir, kaina n'fou l'koudia. Et dans les petites e s, mouennet ou jamel. Maison se trouve sur la colline. Relève les adjectifs qualificatifs dans les phrases et précise leur genre et leur nombre. Adjbidna mnhad l'jumel, adjbidna net, ougunna wesh mufrad ou la jamme, wesh mudakar ou la mu'annat. Maintenant, je voyage pendant les vacances estivales. Net ou estivales. Et nous qui oussofna l'outla, ina outla, ou je dis arbe, ou je dis, hadi l'outal saifia, ou saifiro fil outali saifia. Et dans la saifia, estivale, mu'annat, wa jama. Katlahdu es l'khar. On voit dans le ciel des nuages gris errants. Quel chauffe of sma, souhub, gris, ramadia, wa دائريه اذا رماديه ودائريه هي ماسكولين بلوريال اذا مذكر وجمع Les élèves étaient attentifs au discours de l'écologiste التلاميذ كانوا منتبهين للديسكور يعني بحال تقول كيرقى عليهم واحد محاضره ولا رقى عليهم واحد الكلمه اللي شرح فيها الدور ديال البيئه وداك الشيء au discours de l'écologiste. Et dans le wasf net finalement, ou attentif. C'est un adjectif qualificatif qui me gnaouche attribue l'épithète. Je me disais. Attribue, il y a un verbe d'état, bino bin les élèves, bino bin el mnaoud dire. Et dans attentif que tu veux S, on m'a yani jamais pluriel, au masculin, il y en a. لأن les élèves كان قصدوا بهم الولاد ولاد يعني مذكر la forêt est sombre الغابة بحال تقول مغموقة مظلمة sombre féminin singulier مؤنث ومفرد هكا